طيب قال: هل يجوز الانتماء للأحزاب السياسية الإسلامية؟ الإسلام يا أخواننا ما فيه أحزاب، دي أول معلومة أنت خدتها في راسك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فما بجوز يا أخواننا الناس تبقى أحزاب، وده الفرق الأمة الإسلامية، ده المؤتمر شعبي وده المؤتمر وطني وديل ما أعرف ليك حزب داعش وديل أنصار سنة وديل وديل، ده الفرق الأمة، ده غير الطرق الصوفية. طبعا هذا بحر لا ساحل له، تجانية كزنزانية وبيشاكلوا في السجادة، أنا دار أبقى الخليفة وداك دار يبقى الخليفة، فالبلد مفرقة. فده يا أخواننا حرام في الإسلام. وكل الأحزاب دي أنت لو داير جهنم، داير جهنم سريع جدا تمسك لك واحد من الأحزاب دي، تعتقد عقائدة تموت على ذلك، أنت من أهل النار وبئس المصير. والله جل، شفت الأحزاب دي، مؤتمر وطني، مؤتمر شعبي، ما أعرف ليك مين، أنا بتكلم عن الأحزاب التي تنسب إلى الإسلام، حزب التحرير، ما أعرف ليك مين، أما جماعة الشيوعيين وديل، ديل أصلا ما أحزاب إسلامية ولا يعدون في أهل الإسلام، يعني لما نجي نحسب المسلمين، شو عند ما بنحسبهم أصلا. فهمت أنا؟ لو مسكوني التعداد السكاني، والله الشغلة دي بتنقص كثير خلاص. تعرف الموضوع ده؟ تنقص كثير. المهم كده خلينا.